يا محمود، المشكله بقت فيك انت دلوقتي. انت ما بقتش عارف ترضي مين، ترضي ابوك وتتجوز البنت المجنونه دي، ولا ترضي نفسك وتتجوز الانسانه اللي انت بتحبها، وساعتها بقى تبقى خسرت كل حاجه. هو الواحد ما ينفعش يعني يرضي كل الاطراف يا ابني. ما كانش حد غلب، الدنيا ما كانش بقى فيها مشاكل. بص يا محمود، انت لازم تبقى صريح مع نفسك، لازم تبقى عارف انت عايز ايه وناوي على ايه، وساعه ما تاخد القرار ما تخليش قوه في الارض يا محمود تاثر عليك تاني. بس انا مش عارف افكر، انا محتاج حد يفكر معايا، محتاج اخد ودي مع اي حد. يمكن لما ادخل دلوقتي واقعد مع عم سلام وشلته ينصحوني. لا يا راجل، هما دول بقى اللي هينصحوك يا ابني؟ دول عايزين اللي ينصحوا. لا لا لا، اوعى تستهون بعم سلامة وشلته. لعلمك الناس ديت عاملين دماغ عالية جدا، دماغهم رايقة. لعلمك الناس ديت ممكن يفكروا احسن مني ومنك وينصحوني احسن من اي حد. اوعى تستهون بالناس ديت، ده وانا في وسطيهم بحس اني بندق. بندق؟ اه بندق، تعرفش النضوج؟ ولعلمك وانا في وسطيهم بحس بنفسي. كفاية ان محدش يقولك انت بتعمل ليه كده او ما بتعملش كده ليه. بذمتك ده كلام واحد ناضج بكرة على بعده هيبقى استاذ في الجامعة؟ لا، والنهاردة بقيت عضو لجنة سياسات. ايه؟ دي اللجنة اللي بتحدد خط سير البلد، دي اللي بتغير الاتجاهات السياسية ما بين لحظة والتانية. يا معلم اعمل معروف بقى، سيبني اعمل نفسي فيه، ما تبقاش انت والزمن عليا. طب يا سيدي انت نفسك في ايه؟ نفسي ادخل دلوقتي عم سلامة. يلا اتفضل. تمام سيادتك، كل موافق سيادتك. موافق على ايه؟ على السؤال اللي انت حضرتك سالته. هو انت سالت ايه لما مؤاخذه نسيت؟ يا عم سلامه، بقول اعمل اللي انا عايزه واخسر الناس، ولا اعمل اللي الناس عايزاه واخسر نفسي؟ لا كده صعب عليهم السؤال. لما هو كده كده انت خسران يا باشا. سهلها لهم شويه، الناس دي على قدها ومستطيل. يعني محدش فاهم حاجة؟ محدش بيفهم حاجة دلوقتي. هما نوافقوا على إيه؟ هما متعودين كده، قالوا نوافق على أي حاجة، يمكن تمشي معانا السكة ونبقى كويسين. هما دول الناس بقى اللي أنت جاي عشان تاخد رأيهم عشان يساعدوك؟ يا باشا الناس دي زهقت من الاعتراض، فقالوا نوافق على أي حاجة ونضحك على نفسينا ونوافق، يمكن المسائل تمشي. ولا إيه ده؟ إيه ده؟ هما ليه عملوا كده؟ بحكم العادة ساعدتك. هنا يا دكتور، احنا بندور عليك. ايه؟ ما بتردش على الموبايل ليه؟ مفيش موبايل رن. موبايل رن؟ نعم. يمكن رن وما سمعتش. ايه ده؟ الموبايل فين؟ الظاهر وقع مني ساعتها. ساعة ايه؟ ساعة ما تحطش في دماغك. هو انت جاي ليه؟ انت مطلوب يا دكتور وبشكل عاجل. بص انا مواطن زي اي مواطن، يعني لازم امارس كل حقوقي. انا رافض الجوازه ديت، مش عايزها يا ناس. حد فيكم عايزها؟ شفت؟ محدش عايزها. انت بتتكلم عن مين يا دكتور؟ قول لي بقى انك مش فاهم. بتكلم عن بنت سيادته. لا مش وقت الكلام ده خالص دلوقت. حضرتك مطلوب لما هو اهم واكبر. أهم من سيادته؟ تصور، أكبر من سيادته. أكبر من سيادته؟ برضو مش فاهم. أنت مش قلت إنك بتلعب كورة وعندك فرقة؟ آه حصل. وأنت فعلاً بتلعب كورة؟ ولا عمري حتى كنت بتفرج عليها في التلفزيون. طب ليه بتقول كده؟ أنت مش ساعتها كنت بتعمل لي كده عشان أقول أيوة؟ ما هم شبطوا في الكلام وعايزينك تروح أنت والفرقة بتاعتك تلعبوا معاهم. فرقة إيه؟ ودلوقتي إزاي؟ هو في دلوقتي حد بيلعب كوره؟ انت عارف الساعه كام؟ الساعه 11. هو في كوره الساعه 11؟ دوره رمضانيه يا سيدي. اه دوره رمضان. هو رمضان جه يا عم سلامه؟ والله ما اعرفش يا باشا، هم براحتهم يعملوا اللي هم عايزينه. واحد جه وقدم رمضان يوم، والتاني كان عايز يلغي رمضان. احنا اللي تقول عليه الحكومه نعمله على طول. طب انا اجيب لهم فرقه منين؟ مش وقت كلام دلوقتي، اتصرف. اتصل بزمايلك اللي كانوا معاك في الجامعة أو في النادي وشكل فرقة كويسة واطلع على هناك دلوقت. زمايل مين وصحاب مين؟ أنا معرفش غير الوحش وأمين، حتى أمين ده معرفش أجيبه دلوقتي. اتصرف يا دكتور، بدل ما يفهموا الموقف غلط ونروح كلنا في 60 داهية. فكر. مين الوعى السودة ديت؟ هم مش كانوا بيلعبوا الفنانين؟ وكذبوهم. طب ما يلعبوا المطربين؟ كذبوهم. طب ما يلعبوا المنتخب؟ كذبوه. كسبوا المنتخب؟ اه. طب انا اجيب لهم فرقه منين دلوقتي؟
مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. انا المدير الاداري للفرقه اللي جت لعب فرقه سياتو في المباراه المزمع اقامتها دلوقتي. اهلا وسهلا. الفرقه اسمها ايه يا سمان؟ بطل الليل. فندم بطل الليل. هما اللي في الاتوبيس اللي ورا ده؟ ايوه يا فندم. طب من فضلك بس ينزلوا بسرعه عشان نلحق نعمل اجراءات دخولهم الملعب لان البهوات بقى لهم نص ساعه موجودين. اتفضل يا سعاده. اتفضل. اتفضلوا يا كباتن. الكابتن محمود عبد الحميد الغانم كابتن الفريق. طبعا جاني على التعريف. الحمد لله على السلامه يا فندم. الله يسلمك. بقيه الفرقه طبعا. تفضلوا تفضلوا. دكتور محمد وحش طبيب وجراح واحيانا امراض نساء اذا جاء الطلق اذا لزم الامر. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. ممكن بفضلك تحيي شخصيه؟ طبعا يا فندم. بس هو للاسف انا مش معايا تحيي شخصيه، انا معايا كارنيه من فضلك. ينفع؟ اوكي مفيش مشاكل. طيب ده حضرتك هتستلمه وانت مروح بعد ما تخلص. ماشي يا فندم. اتفضل. اتفضل يا كابتن سلامة. كابتن سلامة جنش اخصائي تخدير، اخصائي تدريب، مدرب الفريق. ده مدرب الفريق؟ بدربهم اجدع تدريب بالصلاة على حضرة النبي. طلع من مناخيرك عشان ما يلزقش هنا البلغم. اللي بعده لو سمحت. اللي بعده. كابتن نص مدرب احمال. ده مدرب احمال؟ ما يغركش اسره، لعلمك ده في الملعب خفاش ما تعرفش تشوفه. جايز. اتفضل خفش. خش. اللي بعده لو سمحت. اللي بعده. كابتن سيد سيبرتو، ده بقى اللي بيولع الملعب. سيبرتو؟ واحيانا مطهر. طب اتفضل اتفضل. اتفضل سيبرتو. طص وشك بشوية مية هناك. اللي بعده يا سمان. اللي بعده. كابتن علي الشحات، ده خط دفاع. الشحات. اتفضل. الله يسهل لك. اللي بعده يا سمان. اللي بعده. يا حسن. كابتن حسن لطرش، على فكرة ده مش اسم، ده صفة. ادجكتيف. اتفضل خش. خش. حضرتك بتكلمه هو مش سامع. اطرش. بعده. واحدة واحدة. على ما واحدة. على أقل من ما. وده مين الراجل الكبير ده؟ ده عمنا كلنا. ده تميمة الفريق. تقدر تقول ده الراجل البركة اللي بنتفائل بيه. لا اله الا الله. اتفضل. ودول احتياطي الفريق. اهلا وسهلا. اتفضلوا. اتفضلوا يا كباتن. اتفضلوا يا كباتن. اللي بعده. اللي بعده. تعال يا ابراهيم. تعال تعال كابتن. ده الحاج ابراهيم ده حارس مرمى. نعم. ايوه بس حساس قوي للكوره، يجيبها من اي حته. ربنا يديك الصحه. بيحكم احيانا والله. خد بايده. خد بايده يا باشا. خد بايده للصد. لا حول ولا قوه. اللي بعده. على مالك يا كابتن؟ كابتن غضروف مدرب العلاج الطبيعي. ده بيتعالج يعني ولا ايه؟ لا مدرب يا فندم. مدرب. اتفضل. اتفضل يا كابتن. اتفضل. ربنا يديك الصحه. دكتور محمود، بقول لسيادتك، انت الناس دي تعرفها كويس؟ لعبت معاها قبل كده؟ لا. لا لعبنا مع بعض كتير. حضرتك ما تسمعش عن فرقه بطل الليل؟ بصراحه لا. لا سمعت عنها يعني، بس يعني بقى لي مده ما بتابعش كوره. حضرتك عايزين نخلص الاجراءات بسرعه عشان الساده اللي منتظرين جو. لا الاجراءات خلصانه. الناس دي معاها بطايق تحقيق شخصيه؟ ايه يا باشا؟ ايه انت جايبنا تحري ولا ايه؟ تعيش شخصية ايه؟ ايوه لازم يبقى في بطايق. لا في ايه؟ مفيش بطايق، في جزء بطايق وفي جزء معهوش حاجة. واللي معهوش ده معهوش أي إثبات شخصية، أي كارنيه، فيزا. لا في واحد معاه دفتر مراقبة، والتاني معاه الفيش، والتالت معاه وصل الغاز. وصل غاز؟ إيه وصل غاز دي؟ أجيب لك الأنبوبة؟ أنبوبة إيه؟ طب خلاص خلاص. ما تاخدنا كده ثقة يعني. ثقة ثقة.
اتفضلوا اتفضلوا بهوات اتفضل. هب 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 ه